أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. السائل هذا يسأل ويقول: ما حكم التعزية وقبول العزاء في المقبرة إذا كان هذا عادة عند أهل البلد مأجورين؟ التعزية مشروعة وهي مواساة المصاب، يعني يقال له: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك إذا كان الميت مسلما، فإن العزاء مستحب. وأما مكان العزاء فليس له مكان معين، حسب ما تيسر، إلا تيسر في المقبرة أو تيسر في الشارع أو تيسر في المتجر أو في المسجد أو في البيت، ليس لا يخصص للعزاء مكان معين، بل هو حسب ما تيسر للمسلم ليؤدي السنة ويواسي أخاه ويجبر من مصابيه. نعم. وحتى لو كلمه بالتلفون أو أرسل إليه رسالة، كتب إليه رسالة إذا كان بعيدا، إن هذا يكفي والحمد لله. نعم.